مشينا على فكرة كده شنو تطلع الجمهور؟ ضروري لو دابا إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرش. معنا الأخ حاتم اللي باغي يوجه رسالة ديالو لأسود الأطلس، وكذلك باغي يوجه رسالة ديالو للشعب الجزائري، وكما قال لي في الكواليس بأننا أكيد خاوة خاوة ما بيناتنا عداوة. أكيد تكون فرجة، تكون متعة في المقابلة. قبل ما نسبق الاحداث نخلي الكلمه للاخ حاتم اللي غادي يوجه رساله ديالو بطبيعه الحال، وكنرحبوا به عبر قناه شوف تي في. تفضل. شكرا اخي محمد، شكرا جزيلا. بدايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله يعني توقع ديالي بالنسبه للمباراه ديال الاسود الاطلس، يعني ان شاء الله تعالى كنتوقعهم بان غادي يربحوا، لان الحمد لله عندنا ليكيب يعني في مستوى، الحمد لله مدرب في مستوى، داكشي ان شاء الله كلشي غادي يكون مزيان. يعني تفرجتي المقابله السابقه؟ تفرجت الحمد لله، داكشي في مستوى ان شاء الله. ولكن اهم حاجه الرساله اللي بغيت نوصل انايا، يعني هذه كما كان كتبقى الرياضه، كتبقى كره وصافي. وحنا مع الاخوان الجزائريين هذه الرساله كنوجهها للشعب الجزائري، يعني هذه كره رياضه، سواء ربحنا حنا سواء ربحتوا انتم، حنا ما عندناش شي مشكل نهائيا. حنا دائما الشعار ديالنا في المغرب كنقولوا خاوه خاوه ما بيناتنا شي عداوه. والرياضه اولا وقبل كل شيء هي اخلاق. يعني كنكون كتصفح الفيسبوك ولا شي حاجه كنسمع بان هذه غتكون انفجار، هذه قنبله، هذه حرب، هذه ماشي رياضه هذه. يعني كما قلت لكم يعني سابقا الرياضه اخلاق. وحنايا يعني الشعب المغربي عامه حنا كنحبوا الاخوان ديالنا الجزائريين. سواء ربحنا حنايا سواء ربحتوا انتم، حنا ما عندناش شي مشكل نهائيا. حنا خوت مع بعضياتنا. حنا داكشي ديال السياسه وداكشي حنا خاطينا نهائيا. هذه الرياضه ان شاء الله كنتمنوا دوز مباراه زوينه نستمتعوا بها، بعيدا عن الصراعات، بعيدا عن اي حاجه. يعني في المقابله انا كما قلت لك، يعني انا ان شاء الله كنتوقع المنتخب المغربي يعني غادي يفوز، لان المنتخب يعني كيلعب مزيان والحمد لله، يعني غادي بواحد الطريق صحيح، الحمد لله غادي الامور مزيانه، عنده حدود كبيره. ولكن اهم حاجه والنقطه الاساسيه يعني ربحنا حنا داكشي اللي بغينا، ما ربحناش يربحوا الاخوه الجزائريين، ممتازه عاوتاني. يعني ما عندناش مشكل، حنا ما عندناش مشكل مع الاخوه الجزائريين نهائيا، حنا كنبغيوهم دائما. حنا الشعب ديالنا في المغرب كامل، مشيتي لكازا، مشيتي للرباط، مشيتي للعريش، حنا الشعار ديالنا دائما خاوه خاوه ما بيناتنا شي عداوه. واخا شنو هي الرساله ديال الاسود الاطلس قبل المقابله؟ اذا ساعات ساعات قليله كتستنى على المقابله، شنو هي الرساله ديالك؟ شنو تبغي تقول للرجال ديال عموته؟ دابا الحمد لله راه استعدوا يعني وداروا اللي عليهم. دابا ان شاء الله تعالى غادي يديروا المجهود ديالهم ان شاء الله تعالى، وكنتمنى لهم ان شاء الله الفوز، نتمنى لهم حظ موفق ان شاء الله تعالى. هذا الشيء اللي كاين اخي. في حالة الى الفاز المنتخب المغربي، كنتمناو يفوز المنتخب المغربي. حنا ما عندناش شي مشكله، حنا الحمد لله دوز مقابله ممتازه، واللي يلعب مزيان راه غادي يفوز. نعم. ولكن حنا ما خصنا حنا نبعدوا من ديك الصراعات وداك الشيء هذاك، حنا داك الشيء خاطينا نهائيا. هذه كما كان كتبقى الرياضه، والرياضه اولا واخيرا كتكون اخلاق، يعني ماشي صراعات كما كنسمع انايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تكون حرب، هذه قنبله، هذه هادشي هذا ما لا لا يمد للرياضه بصله، ما عندها شي علاقه مع الرياضه نهائيا. ممكن بعض الصريحات ديالهم اللي ديال الشعب الجزائري، ولكن ديال بعض المسؤولين الجزائريين كيقولوا بان في حاله الى انهاز مفات المقابله خص اللاعبين ما يرجعوش لارض الوطن حتى لهذ الدرجه. الحقد كامل، ما عرفتش علاش الحقد هذا كامل، والله ما عرفتش. انا ما كنهضرش على الشعب الجزائري، ولكن المسؤولين ما عرفتش هذا الحقد كامل، والله ما عرفتش شنو هو السبب ديالو، مع ان المغرب ديالنا دائما كيمد لهم يد المساعده. وكما كنتذكر النهار اللي كان عندهم الحريق في الجزائر، يعني جلاله الملك بدون تدخل قال لهم ها الطائره راه الاشاره ديالكم. يعني حنا دائما حنا معاهم وكنمدوا السعاده. خلونا المغرب ومشاو استاجروهم عند فرنسا ولا عند اسبانيا بواحد الثمن كبير، ما عرفتش علاش. ولكن الشعب المغربي راه كيبغي الشعب الجزائري، وراهم كيعرفوا كل شيء. حنا خوت مع بعضياتنا، حنا يعني لغه وحده، وحنا عائله مع بعضياتنا. كتلقى الناس في وجدة اغلبيه من مسلمين مع الاخوه الجزائريين. ولاشات دابا يعني السلطات الجزائريه كتبغي تدخل يعني هذه الرياضه بالسياسه. حنا السياسه لا علاقه، هذه رياضه. حنا كيما كان الحال، حنا سواء نربح منتخب، حنا كتعقل في لاكوب ديال افريقيا كنا حنا خسرنا وبقينا مستندين الاخوه الجزائريين. هذا ان دل على شيء كيدل بان حنا راه كنبغيو الاخوه الجزائريين ديالنا. حنا عائله وحده، وحنا خوت مع بعضياتنا، ما عندناش نهائيا غرام د مشكله. ولا ربحنا حنا سواء ربح الاخوه الجزائريين، ما عندناش مشكله نهائيا. حنا خوت مع بعضياتنا. واخا كيبقى كيكون لك واحد الحاجه
الحماس ديال الكره بان خص الانسان يربح، خص كيقولوا المغاربه خصنا حنا نربحوا الجزائريين، الجزائريين خصهم يربحوا ثاني المغاربه. شوف هذه كره، هذه مو رياضه، واللي غادي اللي غادي يعني اللي غادي يلعب مزيان غادي يحصل له واحد النتيجه. يعني اهم حاجه حنا داكشي كيما قلت لك يعني انيفا، حنا بعيدا عن صراعات بعيدا عن اي شيء، هذه كتبقى رياضه. كنتمنى يعني الشعب سواء الشعب المغربي ولا الشعب الجزائري يستمتع بالمباراه، وكين بعيدا عن النرفزه بعيدا عن الخلافات وداكشي. يعني هذه الرياضه، يعني الرياضه يعني هي اخلاق معامله. يعني علاش دابا في الوسائل ديال التواصل علاش الحقد كامل تجاه المغرب؟ ما هو السبب الا عتكون انفجار كما قلت لي؟ يعني المسؤول اللي كيقول لهم يعني الا خسرتوا ما ترجعوش، يعني هذا انسانيه كيبان لي بحال مختل عقليا. يعني الرياضه، الرياضه مره تربحني انت مره غير ربحك انايا، علاش الحقد كامل تجاه المغرب؟ ما عرفتش علاش. ولكن كما قلت كنكرر عليها، حنا كشعب مغربي كنبغيو الاخوه الجزائريين ديالنا، حنا خوت مع بعضياتنا، وحنا يعني عائله وحده، ما عندناش غرام ديال المشكل معكم. والشعار انتم كتسمعوا الناس اللي معروفين عندنا في المغرب دائما كيقول لك حنا خاوه خاوه، ما بيناتنا شي عداوه. واخا حاتم بالنسبه للمقابله، نرجعوا للمقابله. نعم. اللي المغرب نقدروا نقولوا بان العالم اليوم سلط الضوء على المقابله او على الديربي ديال شمال افريقيا ما بين الجزائر والمغرب. لان كاين شي هما كيستغلوا الفرص، يعني هاد الخلافات السياسيه اللي كاينه اللي كتروج يعني الجينيرات ديال الجزائر تجاه المغرب، يعني حتى هذا لعب واحد الدور. يعني فهمتي يعني بحال هما يعني بغيو يستغلوا هاد الظرف هذا في نوايا باش يضغطوا. ولا حنا ما عندناش غرام ديال المشكل، حنا الحمد لله يعني الرياضه يعني اول وقبل كل شيء اخلاق، ولكن مع الاسف مدمجوها بالسياسه، وهذا الشيء هذا يعني لا علاقه صراحه الله. التوقعات ديالك النتيجه ديال المباراه؟ التوقعات ان شاء الله كنقول ان شاء الله يقدر المنتخب المغربي يفوز بجوج هكا، جوج لواحد هكا ولا جوج لزيرو تقريبا، هذه هي التوقعات ديالي، ونتمنى حد الموفق للجميع. وحنا والله ما عندنا شي مشكله، سواء ربحنا ما ربحناش، اخوة جزائر ما عندنا شي مشكل معاهم، حنا خوت مع بعضياتنا، حنا عائله، ما عندنا شي غرام ديال المشكل معاهم. انا كنقول لك حنا الشعار ديالنا دائما في المغرب كامل، يعني حنا خاوه خاوه، ما بيناتنا شي عداوه نهائيا. اش نقول لك، غادي باغي نمشي للمقهى كيكون التشويق مع الاصدقاء، وهذه فيها كيكون شويه ديال الحماس، ونطلب الله ان شاء الله حظ الموفق للجميع ان شاء الله تعالى. ولكن انا كنقول يعني سواء الجماهير المغربيه او الاخوان، يعني حاولوا ما امكن الله يجازيكم بخير، يعني تحيدوا على النرفزه على هذه النوايا، يعني خليوها يعني رياضه، يعني خلينا نبانوا بواحد الصوره زوينه. الله يجازيكم بخير، احنا راحنا عائله مع بعضياتنا، احنا لغه واحده ودين واحد، يعني علاش حنا هذه الرياضه غادي على الجار. لكن مع الاسف يعني كتشوف شي يعني كيحشروا في امور يعني بعيده عن الرياضه، مع الاسف ما عرفتش. المهم انا جيت نقول الكلمات كنوجهها يعني كلمه خاصه للشعب الجزائري، حنا كشعب مغربي كنبغيو خوتنا الجزائريين، وحنا ما عندناش غرام ديال المشكل معاهم، ونطلبوا الله التوفيق للجميع. كما قلت لكم الشعار ديالنا حنا دائما خاوه خاوه، ما بيناتنا شي عداوه. وشكرا جزيلا، تبارك الله عليكم، تحياتي، شكرا.